السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا فين دلوقتي؟ احنا في مستشفى المغربي في السيدة نفيسة. واللي مش عارف مستشفى المغربي هي اكبر صرح طبي موجود في الشرق الاوسط باكمله في مجال العيون. مش بس الفرع الموجود هنا في السيدة نفيسة في القاهرة، لا، في فروع كمان موجودة في دول تانية. بصوا، احنا طالعين خلاص على المستشفى اهو، ده مبنى المستشفى. في مدخلين، المدخل اللي هندخل منه دلوقتي المدخل الرئيسي، وفي كمان مدخل اقتصادي للمبنى الاقتصادي من ورا. هندخل دلوقتي المستشفى وهنشوف كل حاجة فيها بالتفصيل، بس قلت كده ان انا اوريكم الاول المدخل قبل ما ندخل اهو. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني هي شكلها هو موجود عند ميدان السيدة نفيسة، وكلنا طبعا عارفين السيدة نفيسة موجودة في القاهرة القديمة، والقاهرة القديمة يعني كل يعني اكتر شوارعها كده واكتر المناطق في اماكن كده يعني مرتفعة واماكن منخفضة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ده في يعني المستشفى مكانها في مكان مرتفع زي ما انتم شايفين، والشارع اهو لو انتم تلاحظوا من فوق هنشوف كل حاجة برضو دلوقتي بالتفصيل. الشارع يعتبر منخفض جدا يعني، وحتى الميدان نفسه بتاع السيدة نفيسة ومسجد السيدة نفيسة منخفض جدا، في أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة أكتر. القاهرة القديمة بنفس الطريقة، أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة. هنشوف إن شاء الله بإذن الله يعني جولة كده برضو في السيدة نفيسة، وهنروح قلعة محمد علي، وهنشوف برضو القلعة، وهن يعني هنشوف كده حاجات حلوة كتير إن شاء الله بإذن الله الفيديوهات الجاية. قلت كده اوريكم يعني المستشفى كده مكانها فين بالظبط. ده اهو ميدان السيده نفيسه. اللي عايز يوصل للمستشفى وعايز يعرف بالتفصيل يركب ايه ويعمل ايه بالظبط، انا نزلت فيديو قبل كده وضحت فيه كل حاجه بالتفصيل، هسيبه لكم ان شاء الله باذن الله في البطاقات اللي فوق وفي اول تعليق مثبت، وكمان ممكن في شاشات النهايه. تمام. ده مسجد السيده نفيسه اهو، طبعا هنشوفه باذن الله بالتفصيل في الفيديو اللي جاي باذن الله، او ممكن اللي بعده على حسب يعني ترتيب الفيديوهات كده ما هنزلها ان شاء الله باذن الله. كده هننزل تحت وهنصور يعني تحت عند المسجد، وهنروح مناطق برضو تانية في القاهره ان شاء الله باذن الله هنزلها لكم. طبعا انا رحت والموضوع انتهى، يعني الكلام ده يعني اعتبر بقاله فتره عندي في على التليفون، ولسه ببتدي ان انا انزل اللهم صل على محمد الفيديو دلوقتي. تمام. كده بقى احنا شفنا اهوت ده الميدان، علشان بس اللي عايز يروح كده ويعرف المستشفى فين بالظبط، ده ميدان السيدة نفيسة اهوت، وهو في المكان المرتفع. يعني اول ما تروح الميدان ميدان السيدة نفيسة هو في المكان المرتفع اللي موجود عند الميدان زي ما انتم شايفين كده. برضه هقول لكم على السريع تركبوا ايه انتوا لو جايين، كل حاجه بالتفصيل هتلاقوها في الفيديو اللي قلت لكم عليه. تمام. لو انتوا اللهم صل على سيدنا محمد عايزين توصلوا برضه، يعني هقول لكم برضه على السريع تعملوا ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هتركبوا مترو للسيده زينب، طبعا ما فيش مترو على السيده نفيسه على طول، هتركبوا لغايه السيده زينب، وهتنزلوا السيده زينب تاخدوا بقى توك توك، تاخدوا تاكسي، تاخدوا عربيه، يعني مسافه بسيطه وهتوصلوا للسيده نفيسه. تمام. يعني تنزلوا في السيده زينب وبعد كده هتركبوا لغايه السيده نفيسه. احنا ركبنا توك توك يعني من السيده زينب للسيده نفيسه. تمام. احنا كده دخلنا اهو بقى، وزي ما انتم شايفين كان في على البوابه واحده يعني بتقيس الحراره وكده، علشان احنا في زمن الكورونا يعني زي ما انتوا عارفين. ودخلنا هنا اهوت في الاستقبال، هنا يعني ما شاء الله نظام يعني، وهنشوف كل حاجه برضو بالتفصيل دلوقتي. يعني المستشفى ما شاء الله عليها نظيفه ونظام كده وما فيش هرجله. اطلع لك الاسوان تبقى ولا لما تيجي اطلعه لك؟ هو دكتور عمرو سمير اصلا هنا، بس هو النهارده الصبح عنده عياده في الاتصال، هو هنا المفروض يعدي بعد الظهر الساعه 3. هنا الكشف عامل 250 جنيه، وعلشان احنا جايين تبع التأمين دفعنا 150 جنيه بس. تمام. وبعد كده كل حاجة بقى يعني عملناها كده يعتبر ببلاش، يعني احنا هقول لكم دلوقتي احنا عملنا ايه بالظبط. في المنطقة تمام. هنا هتلاقوا اسماء الدكاترة الموجودين وكل دكتور والتخصص بتاعه، انت تختاري يعني اي حد يقدر ان هو يختار الدكتور بتاعه. تمام. بس لازم الكشف هنا يكون بميعاد مسبق. تمام. انتوا يعني تتصلوا بالمستشفى ويعني تقولوا لهم على الحاله وعايزين دكتور مين بالظبط، او هما مثلا بيقولوا لكم في يعني كام دكتور كده في نفس المجال او في نفس التخصص، وانتوا تختاروا الدكتور اللي انتوا عايزينه. تمام. وتحجزوا على التليفون، هسيب لكم برده رقم التليفون بتاعهم هنا على الشاشه. تمام. وان شاء الله باذن الله برده ممكن اسيبه لكم في اول تعليق مثبت.
المثبت. دي اسماء الدكاتره، واللهم صل على سيدنا محمد كل قسم هما بيشتغلوا فيه او التخصص بتاعهم يعني. بس الدكتوره اللي احنا يعني كنا رايحين لها ما كانش الاسم بتاعها موجود هنا، مش عارفه ليه يعني ما لقيتهوش هنا. ممكن تكون لسه جايه في المستشفى جديد او كده، فما كانوش حطوا السي في بتاعها او كده. احنا كنا رايحين قسم المعينات البصريه، والقسم ده نادر جدا يعني مش موجود كتير في مصر، وما فيش يعني اطباء كتير في نفس المجال. لما كشفنا في المحافظه بتاعتنا في محافظه كفر الشيخ كشفنا كتير ودخنا كتير بصراحه على عين ابني، فهم دلونا هنا على المستشفى هنا، وبصراحه يعني كان اختيار موفق. اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ما كانش ليه حل غير في المعينات البصريه يعني عينيه، ادعوا له كده ربنا حتى نظره يثبت على كده ان هو ما يضعفش يعني سنه بعد سنه. الواحد خايف ان مثلا نظره يضعف كده سنه بعد سنه، ربنا يستر يا رب، ادعوا له بالله عليك وادعوا له ربنا يعني يشفيه ويثبت نظره على كده ما يضعفش اكتر من كده. احنا هنا كنا رايحين بدري فما كانش يعني حد موجود قد كده، قلت كده اخد لكم جوله في المستشفى. زي ما قلت لكم الكشف هنا ب 250 جنيه. لو يعني في تامين، ابنك بنتك اي حد كبير ليه تامين يقدر ان هو يجي هنا ببلاش خالص، بيدفع بس 150 جنيه رسم الدخول، وبعد اي حاجه الدكتور هيطلبها اشعه اي حاجه موجوده في المستشفى هيعملوها يعني يعتبر ببلاش، لانهم هم متعاقدين اصلا مع التامين بياخدوا الفلوس من التامين. احنا كنا رايحين تبع المعينات البصريه بحيث ان احنا هنستلم اجهزه وكده، والاجهزه دي بتبقى يعني سعرها غالي جدا يعني بالالاف. فاللهم صل على سيدنا محمد، ده كله استلمناه تبع التامين، ما دفعناش حاجه غير ال 150 جنيه واحنا داخلين. فزي ما قلت لكم انصحكم لو ليكم تامين اعملوا ورق، خلصوا الورق تبع التامين، روحوا بقى اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد مثلا لو في مدرسه او في مثلا في شغل او كده، خلصوا خدوا ورقه التامين اللهم صل على سيدنا محمد، وروحوا المستشفى كشف كده مبدئي مثلا في المركز الطبي او يعني المكان اللي هيبعتكم ليه المدرسه او اللهم صل على سيدنا محمد الشغل او كده، كشف كده مبدئي، وبعد كده هتقولوا لهم عايزه اروح مستشفى المغربي، هم هيوصلوكم هناك. لو اي مشكله في العيون، اي عمليات لا قدر الله، اي حاجه بتكون على حساب التامين، تمام. اي حاجه بقى غير التامين بيكون يعتبر كده زي مستشفى خاصه، بس برضو انصحكم بيها. وبرضو لو عمليات اي حاجه انصحكم بالمستشفى، فيها اجهزه حديثه جدا مش موجوده اصلا في مصر كلها، وفيها يعني دكاتره متخصصين، كل دكتور متخصص في مجاله يعني، بتاع القرنية هو قرنية بس، شبكية شبكية بس، معينات بصرية هو معينات بصرية بس، يعني كل واحد كده وتخصصه، تمام. مش زي مثلا عندنا يعني في العيادات بره بنروح نكشف، بيكون الدكتور بيكشف على كل حاجة مش حاجة واحدة. انتوا بقى لو هتروحوا تكشفوا روحوا على ميعاد الدكتور بالظبط، يعني شوفوا هيجي الساعة كام وروح على ميعاد الدكتور علشان ما تستنوش كتير زي ما احنا استنينا. احنا طبعا كنا جايين من محافظة تانية فعلشان كده جينا بدري، يعني كنا واصلين هنا يعتبر الساعة 9، الساعة 9 الصبح. انتوا عارفين طالعين من المستشفى امتى؟ طالعين من المستشفى الساعة يعني حوالي كده 8 او 9 بالليل. والله العظيم اصلا الدكتورة ما جاتش غير المغرب، وطبعا ما فيش غير هي الدكتورة دي في مجال المعينات البصرية، فاضطرينا ان احنا نقعد نستناها. طلعنا بس كده شوية بقى، رحنا القلعة ولفنا كده شوية في القاهرة، وبعد كده رجعنا فضلنا قاعدين بقى لغاية هناك زي ما قلت لكم كده لغاية المغرب. ولما كشفت وكده وخلصنا كان هناك يعني حوالي كده الساعة 8 9 بالليل. اللهم صل على سيدنا محمد، قلت كده اديكم جوله سريعه كده من تحت يعني في ميدان السيده نفيسه، بس سريعه كده هنطلع دلوقتي ونكمل جولتنا في المستشفى، وبعد كده الجوله اللي هي في ميدان السيده نفيسه وفي القلعه ان شاء الله باذن الله هنزلها بعد كده. طبعا دي مش الدكتوره، ده يعني كشف مبدئي كده اول ما دخلنا، دي دكتوره تانية يعني، هي يعني كانت بتاخد كده يعني مقاسات بقى بتعمل ايه مش عارفه بالظبط. اللهم صل على سيدنا محمد، حطيته كده على الجهاز ورجعت حطيته على الجهاز التاني اللي هو قاعد عليه الاخ التاني ده اهو، وبعد كده يعني كتبت التقرير بتاعها ووصلته للدكتورة اللي هي هتكشف عليه. هنشوف دلوقتي برضو الدكتورة اللي هتكشف عليه، يعني اعتبر هو ابني يعني عدى بمرحلتين قبل ما يوصل للدكتورة المرحلة دي، وبعد كده في واحدة تانية برضو هتقعد معاه شوية هنشوفها دلوقتي، وبعد كده هندخل بقى على الدكتورة اللي احنا جايين لها اصلا. اللهم صل على سيدنا محمد، وبعد كده بقى ربنا يصلح الحال ونمشي. زهقنا زهقنا القعدة بصراحة.
انا بنصح اي حد عنده مشكله في عينيه او في عين حد من اولاده يعني لا قدر الله ان هو يتوجه على طول للمستشفى، دي ما يلفش كتير، ولو مثلا راح لدكتور او اتنين وما لقاش برضو الفايده عندهم ان هو يروح على المستشفى دي يعني كل حاجه بتخصصها هيدلوه ان شاء الله باذن الله على اللي عند يعني ولادكم او اللي عندكم بالظبط لا قدر الله، يعني ربنا يحفظ عينيكم يا رب جميعا. احنا هنا بقى دخلنا في الاوضه الثانيه، هنا بقى هيمر مرحله تانية، يعني تيجي الدكتوره دلوقتي ان هي اللهم صل على محمد يعني هتوري بقى العلامات وحاجات يقرا بيها وكده يعني، وبعد كده ندخل بقى على الدكتوره الثانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى قلت اصور لكم كده الحمام يعني عشان تشوفوا يعني ما شاء الله المستشفى منظمة ونظيفة وكده وموجود فيها كل حاجة، يعني احنا كنا يعني قاعدين كده مبسوطين بس في نفس الوقت زهقاني لان مش بنحب الانتظار، يعني مبسوطين يعني من نظافة المستشفى، قاعدين في مكان كويس يعني مش زي المستشفيات بيكون راحتها مش كويسة، بتكون مثلا اللهم صل على محمد بيشوف حاجات مش كويسة، لا كل حاجة منظمة كل حاجة كويسة. احنا بقى بوريكم اللي احنا خلاص دخلنا بقينا خلاص المغرب اهوت، يعني كان في الوقت ده المغرب خلاص اذن. اللهم صل على محمد. بوريكم كده شكل المستشفى كده من بره يعني في الضلمه يعني والجو ليل والدنيا ليل يعني. اللهم صل على محمد. وهشوف دلوقتي يعني مسجد السيده نفيسه عليه انوار كده وشكله حلو بصراحه، يعني انا ما صورتوش قوي يعني ما نزلتش عنده بالليل بس اللهم صل على محمد قلت اخد لكم كده لقطات على السريع. احنا اتكلمنا وقلنا الكشف 250 جنيه هنا. اللهم صل على محمد. ما اتكلمناش على الاقتصادي، الاقتصادي بقى بيكون من الساعه 8 الصبح لغايه الظهر، بيكون كشف كده زي اي مستشفى من الساعه 8 الصبح لغايه الظهر، وبيكون الكشفه فيها بتهيألي ب 10 جنيه او 20 جنيه حاجه زي كده، يعني ما بتكونش كتير تمام، يعني حد يقدر اي حد يقدر ان هو يجي يكشف كشف اقتصادي، وفي دكاتره كويسين برضو، وفي الكشف اللي هو يعتبر كشف خصوصي يعني هنا في المبنى ده، وعمليات بقى وكل حاجه زي ما انتوا عايزين انتوا بتكشفوا يعني، والكشف هنا اللي بيحدد بقى اذا كان لا قدر الله في عمليه في نظاره في اي حاجه يعني هو هنا اللي بيحدد. اسفه جدا لو كنت رغيت كتير او ان انا يعني طولت عليكم في الفيديو، بس يعني وانا كده بوريكم المستشفى وكل يعني محتوياتها من الداخل والاقسام بتاعتها وكل حاجه، يعني كده كنت برغي معاكم شويه يعني انت حبايبي يعني وكل حاجه وتستحملوني يعني، وكنت برده يعني شويه معلومات برده بسيطه ممكن يعني انتوا شايفينها بسيطه بس يعني اي حد هو محتاج ان هو يجي هنا اكيد هيحتاج المعلومات دي. فاخيرا بقى الدكتوره دي جت، دي الدكتوره يعني اللي احنا كنا رايحين لها دي اللي يعني متخصصه في المجال ده. اللهم صل على محمد. وبعد ما خلصت معاه برضو قالت ان هو يعمل كده نظاره مبدئيه يذاكر بيها برضو جنب المعينات اللي هو خدها، خد كده شويه اجهزه. بجد انا بكلمكم وانا زعلانه جدا على ابني، ربنا يا رب يشفي يا رب ويثبت نظره حتى على كده ان هو ما يضعفش، ادعوا له بالله عليكم. اي حد عنده اي سؤال اي استفسار اي حاجه انا ما وضحتهاش او نسيت ان انا اوضحها في الفيديو يقول لي في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.